بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تبارك وتعالى الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله سيد النبيين، ومن المتمسكين بولاية سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والمعصومين من ذريته الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج الأطروحة المهدوية، معكم ومع سماحة السيد كمال الحيدري في القسم الثاني من موضوع حديث الثقلين سنده ودلالته. في بداية الحديث سماحة السيد كمال الحيدري سيتناول المطالب الأساسية لهذا الموضوع، وبعد ذلك في الثلث الأخير من البرنامج سنستقبل إن شاء الله اتصالاتكم الهاتفية ومداخلاتكم وأسئلتكم فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقة. أؤكد هذه الوصية لأهميتها فيما يرتبط بإثراء الموضوع الذي يتناوله سماحة السيد كمال الحيدري. تيمنا وتبركا أبدأ هذا الحديث بوصية من مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وردت في كتابه لمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه عندما ولاه مصر. الوصية غريبة وعجيبة ولها دلالات عميقة جدا. قال عليه السلام: واعلموا عباد الله أنكم إذا اتقيتم الله وحفظتم نبيكم في أهله فقد عبدتم الله بأفضل عبادته، وذكرتموه بأفضل ما ذكر، وشكرتموه بأفضل ما شكر، وقد أخذتم بأفضل الصبر والشكر، واجتهدتم بأفضل الاجتهاد، وإن كان غيركم أطول منكم صلاة وأكثر منكم صياما وصدقة، لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: إذ كنتم أنتم أوفى لله تبارك وتعالى وأنصح لأولياء الله ومن هو ولي الأمر من آل رسول الله صلى الله عليه وآله. مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، ومرحبا بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا ومرحبا بكم. سماحة السيد، خلاصة لما تقدم تفتتحون بها البرنامج ربطا بموضوع هذه الحلقة، تفضلوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه عندما نريد أن نقف على دلالات حديث الثقلين لابد من الوقوف أولاً على الصيغ التي ورد بها هذا الحديث المبارك المجمع عليه بين المسلمين جميعا، وهو حديث الثقلين. في هذا الحديث قلنا هناك صيغ متعددة. الصيغة الأولى التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة وقرأناها من كتاب البداية والنهاية لابن الكتاب بداية والنهاية لابن كثير في المجلد السابع 668 من الكتاب، قلنا أن هذا الحديث ورد بهذا اللسان، الرواية عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنا، إلى أن قالت الرواية: كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين
أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ولهذا في آخر الحديث قال: قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي، وهذا حديث صحيح، وقلنا بأنه أخرجه النيسابوري الحاكم في المستدرك المجلد الثالث صفحة 109، وكذلك أخرجه الإمام الطحاوي وجملة من الأعلام الذين أشرنا إليهم فيما سبق. من أهم الأمور التي والخصائص المستفادة من هذه الصيغة هي الأمور التالية، وأنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا أن هذه الخصائص كل خصوصية من هذه الخصائص لها دلالة خاصة ومضمون خاص وتعطينا نتيجة خاصة بعد ذلك سنقف عندها، ومن خلالها أيضا سنقف على الإشكالات التي ذكرت في كلمات أعلام المسلمين بإزاء هذا الحديث المبارك. الدلالة الأولى التي يمكن استفادتها من هذا الحديث أن الذي تركه رسول الله في الأمة هما اثنان لا شيء واحد، لأن البعض حاول أن يقول أن رسول الله ترك في الأمة ماذا؟ شيئا، وهو الذي أمر الأمة بالتمسك به. أما العترة فلم يأمر بالتمسك بها، وإنما أوصى بمحبتها، بتوقيرها، باحترامها، بحفظها ونحو ذلك، مع أن نص الحديث واضح: إني قد تركت فيكم الثقلين. إذا ما تركه رسول الله في الأمرة في الأمة ليس شيئا واحدا، وإنما هما شيئان. الأمر الثاني، وهذه نقطة أيضا أساسية، أن أحدهما أكبر من الآخر، يعني أن القرآن أكبر من العترة. وبعد ذلك سيتضح ما معنى هذه الأكبرية، لماذا أن القرآن أكبر من العترة، وأن العترة هم دون ماذا؟ هم دون القرآن الكريم. لماذا هذه النقطة؟ ومن خلاله سوف ندفع تلك الشبهات التي تحاول أن تتهم مدرسة أهل البيت أنهم يجعلون العترة فوق ماذا؟ فوق القرآن، أو يجعلون العترة في عرض القرآن. لا، هم عدل للقرآن، ولكنهم ماذا؟ هم أحدهما أكبر من الآخر، كما أشار هذا النص المبارك إلى ذلك. النقطة الثالثة أو الخصوصية الثالثة المستفادة من هذه الصيغة هما أن هذين الثقلين هما كتاب الله وعترة نبيه صلى الله عليه وآله، لا كتاب الله وسنة نبيه كما يحاول البعض أن يقول، كتاب الله وسنتي، وأن وسنتي أصح ماذا؟ من عترتي، وهذا ما سنقف عليه لاحقا. النقطة الرابعة وتعد من العناصر الأساسية في هذه الصيغة: وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. بمعنى أن القرآن والعترة أحدهما مع القرآن أحدهما مع الآخر، لا القرآن يفارق العترة ولا العترة تفارق ماذا؟ القرآن. العترة لا يفارقها القرآن ولا تفارق القرآن، والقرآن لا يفارق العترة ولا يفارقه العترة. إذن هذا النص، هذه النقطة مهمة، لأنه بعد ذلك سيأتي من يحاول أن يشكك في هذا المقطع. النقطة الخامسة التي لم نشر إليها، والخصوصية الخامسة التي لم نشر إليها في الحلقة السابقة باعتبار انتهاء الوقت، هو أننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك في حجة الوداع، لما رجع رسول الله من حجة الوداع، لا قبل الذهاب إلى حجة الوداع، بل بعد ماذا؟ بعد الرجوع من حجة الوداع، ثم أخذ بعلي ثم قال: الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. التفتوا جيدا،
إذن رواية، هاي الروايات التي قالت من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لابد أن نفهم هذه الولاية في إطار حديث ماذا؟ في إطار حديث الثقلين، لا أن نجعلها ماذا بمعنى المودة والمحبة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وهذا مما أكد عليه جملة من علماء من أعلام المسلمين من الأئمة الكبار، أن حديث الثقلين إنما جاء في سياق ماذا؟ حديث إنما الرجل. جاء في سياق حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. نعم. أو بالعكس. نعم. أن حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه إنما جاء في سياق ماذا؟ حديث الثقلين. نعم. إذن لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، وإنما لابد أن تفهم الولاية في حديث الولاية أو في حديث الغدير، تفهم على أساس ماذا؟ على أساس حديث الثقلين. وهذا إن شاء الله ما سنتوفر عليه عندما نأتي إلى دلالات حديث الثقلين بإذن الله تعالى، وكذلك دلالات من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ولكن هذه من كنت مولاه فهذا علي مولاه إن شاء الله في الأطروحة العقائدية، هناك في المطارحات في العقيدة هناك سنطرح أساسا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما جاء في سياق ماذا؟ في سياق حديث الثقلين. ولذا أنا بودي أن المشاهد الكريم هنا يلتفت بشكل دقيق إلى أن هذه الأبحاث كما تجدون أن الأطروحة المهدوية وكذلك المطارحات في العقيدة يكمل أحدهما الآخر، يثري أحدهما الآخر. بعض الأبحاث تطرح هنا ولا تطرح هناك، بعض الأبحاث تطرح هناك ولا تطرح هنا، باعتبار أنه البحث وما يقتضي. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، قبل أن أعرض على سماحتكم السؤال الثاني، أشير إلى قضية مهمة فيما يرتبط بالمصادر التي يعتمد عليها سماحة السيد كمال الحيدري في هذه البرامج عموما، هي مصادر من الدرجة الأولى في مورد الاعتماد عند جمهور المسلمين. يعني هذه المصادر بإقرار علماء المسلمين تعد من درجة الاعتبار الأولى، يعني التي يعتمد عليها العلماء. وهذا ما قلناه مرارا، قلنا نعم. نحن تعهدنا في الأطروحة المهدوية وفي مطارحات في العقيدة ألا ننقل أي نص، يعني لا نحتج على الآخرين بأي نص من الكتب الواردة عندنا. ويا ليت أن الطرف الآخر أيضا يلتفت إلى هذا المنهج البحث، منهج البحث العلمي الذي نحن نقوله، وهو أنه إذا أراد أن يحتج علينا فليأتي بالنصوص الواردة عندنا الصحيحة والمقبولة عندنا، لا أن يذهب إلى مصادره ليحتج ماذا؟ ليحتج علينا. طيب، السؤال المحوري سماحة السيد في هذه الحلقة من الأطروحة المهدوية قضية تعدد صيغ حديث الثقلين. أنتم في الحلقة السابقة بينتم الصيغة التي الآن أشرتم إلى خمسة من خصائصها، ما هي الصيغ الأخرى؟ الصيغ الأخرى. نعم. في الواقع كما قلت بأنه توجد هناك صيغ أخرى لهذا الحديث الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذه الصيغة المشاهد الكريم لابد أن يلتفت، تعتبر من أهم الصيغ التي ورد بها حديث الثقلين عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك سأبين أهمية هذه الصيغة. نعم. هذه الصيغة كما وردت في المسند للإمام أحمد بن حنبل، بودي أن المشاهد الكريم هذا المسند أحمد بن حنبل لأنه قد حققه شعيب العلامة شعيب الأرنؤوط، وهذا بتحقيق وحمزة أحمد الزين. المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل شرحه وصنع فهارسه حمزة أحمد الزين، دار الحديث القاهرة، المجلد 16 صفحة 28. هذا الحديث تحت الرقم 21470، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. الرواية عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم خليفتين،
إذن النص السابق كان يقول إني تارك فيكم ماذا؟ ثقلين. الثقلين. إلا أن هذا النص يقول إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يقول محقق الكتاب وشارح وواضع الفهارس يقول إسناده حسن، إسناده مقبول وليس إسناده ضعيفا. طبعا ورد هذا النص أيضا في صفحة 51 من هذا المجلد، الحديث 21547. هذا هو المصدر الأول لهذا الحديث. المصدر الثاني الذي ورد فيه هذا الحديث، يعني وردت هذه الصيغة من حديث الثقلين، هو ما ورد في فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، حققه وخرج أحاديثه وصي الله بن محمد عباس دار ابن الجوزي، وهذا ذكرناه أيضا في المصادر، هذا الكتاب ذكرناه في المصادر السابقة. الجزء الثاني من الكتاب صفحة 747 من الكتاب، رقم الحديث 1032. الرواية قال رسول الله إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء، إلى أن قال وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. انظروا ماذا يقول في الحاشية، يقول إسناده حسن لغيره، أيضا يقبل أن إسناد هذا النص ماذا؟ حسن. هذا هو المصدر الثاني في هذا المجال. المصدر الثالث الذي ورد به هذا الحديث، وهو ما ورد في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابن حجر، للهيثمي المصري، وهو الطبعة اللي ذكرناها مرارا وهي منشورات محمد علي بيضون، الجزء الأول صفحة 230 من الكتاب، رقم الحديث 784. الحديث هذا بودي أنه مرة أخرى مجمع الزوائد الجزء الأول، عن زيد بن ثابت عن رسول الله قال إني تركت فيكم خليفتين. الآن أنا مهم عندي هذا النص ماذا؟ خليفتين، كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. إذن هذا الحديث كل رجاله ماذا؟ ثقات. والطبراني عندما راجعنا الطبراني وجدنا أنه أخرجه في المجلد الخامس صفحة 152 بحديث رقم 4915. الرواية هذه قال نعم مالي عفوا صفحة 152 صفحة 153. إني قد تركت فيكم 4921 الرواية، أنا ما قلت صحيح الحديث 4921. إني قد تركت فيكم خليفتين، كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يفترقا أو لم يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا في المعجم الكبير للطبراني المجلد الخامس صفحة 153. طيب. وكذلك ورد في مجمع الزوائد للهيثمي المجلد التاسع، مجمع الزوائد المجلد التاسع صفحة 192 عفوا صفحة 182 من هذا الكتاب.
الرواية أيضا برقم 4957، الرواية قال رسول الله: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله أو كتاب الله عز وجل حبد حبل ممدود، إلى أن قال: وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رواه أحمد وإسناده جيد، كما قرأنا من مسند الإمام أحمد وكذلك من فضائل الصحابة، وهنا أيضا يشير إليه الهيثمي في المجلد 9. وممن أيضا أشار إلى هذا النص هو السيوطي، الإمام السيوطي في الجامع الصغير المجلد 2، الجامع الصغير للسيوطي الجزء 2 صفحة 544. أنا إنما أعدد المصادر حتى يعلم المشاهد الكريم أن هذا النص الوارد عن بعض الصحابة لم ينقله واحد، وإنما أعلام المسلمين اتفقت كلمتهم على نقل ماذا؟ على نقل هذه الصيغة. البعض قد يتصور بأنه نقله شخص واحد، لعله اشتبه، لعله غفل. لا 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 أبدا، إنما أعدد بالمصادر بالقدر الذي يمكن، وخصوصا المصادر التي صرحت بصحة ماذا؟ بصحة هذا الحديث وأنه صحيح أو حسن، هسه إما لنفسه أو لغيره. في هذا الكتاب صفحة 544 في يعني الجامع الصغير للإمام السيوطي صفحة 500، المجلد 2 صفحة 544، الحديث 2631: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. السيوطي يضع بجنبه صاد حاء، يعني ماذا؟ يعني صحيح. وكذلك محقق الكتاب الذي هو حمدي الدمرداش محمد يقول: صحيح، أخرجه أحمد والطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع إلى غير ذلك. وممن أيضا أشار إلى هذا الحديث هذا الكتاب، وبودي إن شاء الله نحن في الأبحاث القادمة هذا الكتاب سنستفيد منه كثيرا، إذا أمكن المشاهد الكريم أن يحصل على نسخة من هذا الكتاب لأنه فيه فوائد جمة مرتبطة بحديث الثقلين، وهو كتاب جواهر العقدين في فضل الشرفين، شرف العلم الجلي والنسب النبوي للإمام نور الدين علي بن عبد الله السمهودي المتوفى سنة 911 من الهجرة، دراسة وتحقيق، لأنه هذه أول مرة نطرح هذا الكتاب، ولذا أنا أقف عند كاملا للعنوان الكتاب: دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمية بيروت لبنان. خلينا أشير أيضا إلى طبعة هذا الكتاب التي هي الطبعة الثانية سنة 1424 من الهجرة. في هذا الكتاب في صفحة 236 من هذا الكتاب اللي يشير إلى الحديث، الرواية تقول: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، إلى أن تقول الرواية: وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله عز وجل وأهل بيتي وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. يقول: وأخرجه الطبراني في الكبير برجال ثقات، ولفظه: إني تارك فيكم خليفتين، إلى آخر الحديث، ويشير إلى المصادر في الحاشية. وبودي أن المشاهد الكريم كما قلت يحصل على نسخة من هذا الكتاب. ممن أشار إلى هذا الحديث أيضا صحيح
الجامع الصغير للعلامة الألباني، صحيح الجامع الصغير للعلامة الألباني الجزء الأول صفحة 482. هناك في الحديث 2457 يقول: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. التفتوا، العلامة الألباني يقول صحيح، لا أنه حسن لذاته لنفسه، ولا أنه حسن لغيره، بل صحيح. ماذا؟ بل صحيح. وأهل الفن يعرفون بأنه يعني أعلى درجات الصحة، لأنه إذا كان حسن فهو متوسط، إذا كان حسن لغيره فهو دون المتوسط، إذا كان صحيح لغيره فهو في الدرجة الثانية، أما إذا قيل صحيح فهو الدرجة الأولى من الصحة. يعني هذه مراتب أربع: صحيح لنفسه، وصحيح لغيره المرتبة الثانية، وحسن لنفسه المرتبة الثالثة، وحسن لغيره المرتبة الرابعة، ثم يأتي الأخير المرتبة الخامسة وهو الضعيف. هسه لماذا يكون الحديث حسن لغيره؟ إذا فرض أن هناك مجموعة من الروايات الضعيفة إذا اجتمعت يجبر بعضها ببعض فيكون حسن لغيره، أو مجموعة من الروايات الحسنة يجبر بعضها ببعض يكون ماذا؟ صحيح لغيره. أما عندما يقول العلامة الألباني صحيح، يعني رجاله في أعلى درجات الوثاقة والاطمئنان. هذا أيضا المصدر الآخر الذي أشرنا إليه. ومن المصادر التي أشارت إلى هذا الحديث وهو العلامة الآلوسي في كتابه تفسير روح المعاني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. في هذا الكتاب في ذيل الآية 33 من سورة الأحزاب يقول: وأنت تعلم. أنا شوية إذا يسمح لي المشاهد الكريم أريد أقرأ بعض عبارات منه، بعض عبارة العلامة الآلوسي. وأنت تعلم، طبعا هذا البحث لا يرتبط بشكل مباشر ببحثنا، ولكن باعتبار أنه دا أقرأ عبارات الآلوسي أريد أن أشير إلى ذلك البحث. وأنت تعلم أن ظاهر ما صح، إذن يعتقد أن الحديث ماذا؟ صحيح. من قوله: إني تارك فيكم خليفتين، وفي رواية ثقلين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. التفتوا جيدا ماذا يقول: يقتضي أن النساء المطهرات، يعني نساء النبي، يعني أمهات المؤمنين، يعني عائشة، أم سلمة، خديجة، كل هؤلاء، يقتضي أن النساء المطهرات غير داخلات في أهل البيت. نعم. قلت هذا البحث إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. نعم. ما هو المراد ماذا من أهل البيت؟ وخصوصا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذه من خصوصيات حديث الثقلين، أنه لم يعبر وأهل بيتي، وإنما قال ماذا؟ عترتي أهل بيتي. يعني فسر أهل البيت بماذا؟ بالعترة، وأن العترة هم ماذا؟ هم المقصودون من أهل البيت. هسه حتى لو فرضنا أن عنوان أهل البيت شامل للنساء، فلا إشكال أن عنوان العترة ماذا؟ لم يقل أحد أن عنوان العترة يشمل نساء النبي أيضا. وهذا بحث إن شاء الله تعالى سيأتي بشكل مستقل ومفصل ومسند ومستدل من كلمات أعلام المسلمين. النص هذا يقول: يقتضي أن النساء غير داخلات في أهل البيت الذين هم أحد الثقلين، لأن عترة الرجل كما في الصحاح نسله ورهطه الأدنون، ولا علاقة له ماذا؟ بالنساء. وأهل بيتي في الحديث الظاهر أنه بيان له، يعني بيان للعترة، أو بدل منه، بدل كل من كل،
وعلى التقديرين يكون متحدا معه. يعني أهل البيت متحد مع العترة، وعتر العترة متحدة مع أهل البيت. فحيث لم تدخل النساء في الأول لم تدخل النساء ماذا؟ في الثاني. يعني حيث أن النساء لا يدخلن في العترة، إذن لا يدخلن ماذا؟ في آية التطهير، في أهل البيت. أحسنتم. وهذا بحث إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي ويشير إليه. أما من المراد من أهل البيت؟ نعم، العلامة الآلوسي لا يقول أن المراد من أهل البيت خصوص هؤلاء الخمسة، لا 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 أبدا، أنا لا أريد أن أدعي هذا المعنى، ولكن أريد أن أدعي هذا القدر، أن إمام وعلم من أعلام المسلمين كالعلامة الآلوسي هذا المفسر الكبير يرى أن نساء النبي لا يدخلن ماذا؟ في عنوان العترة، وفي عنوان ماذا؟ وفي عنوان أهل البيت. وممن أيضا، وأختم به بعد الآن المشاهد الكريم أطلنا عليه كثيرا، وممن أيضا أشار إلى هذا هو الصحيح المسند، وهو من المعاصرين مؤلف الكتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة، تأليف أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي، طبعت دار أو الدار التي طبعت دار ابن عفان، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، الخبر، جميع الحقوق محفوظة، الطبعة الثانية سنة 1419 من الهجرة. أنا قبل أن أشير إلى النص بودي أنه ينظر المشاهد الكريم ماذا يقول المصنف في أول ماذا؟ في أول الكتاب. يقول: أما عن أسباب تأليفنا لهذا الكتاب فقد تقدم بعضها. ومنها من الأسباب، لأنه أريد أن أستدل بالرواية، فلينظر المؤلف، فلينظر القارئ المشاهد الكريم ماذا يقول المؤلف عن كتابه. أننا لم نقف على كتاب اقتصر على الصحيح المسند من فضائلهم، بل الكتب المؤلفة في ذلك إن كانت من ذوات الأسانيد فلم يلتزم مصنفوها الصحة ولا اشترطوها، أما غير ذوات الأسانيد فقد جمعت الصحيح والضعيف، بل والضعيف جدا والموضوع. لذلك، محل الشاهد هذه الجملة، لذلك قمنا بجمع هذا الكتاب الذي يحوي الصحيح المسند فقط. نعم. إذن كل ما ورد في هذا الكتاب يعد ماذا؟ يعد من الصحيح المسند. هسه بعد أن قال هذا في المقدمة، تعالوا انظروا ماذا يقول في صفحة 248. هسه أنا ما أريد أناقش الكاتب، وبعد ذلك ستتضح المناقشة. يقول: حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اتباع الصالحين من أهل البيت. أنا لا أعلم من أين جاءت عنوان ماذا؟ الصالحين، عنوان الصالحين. نعم. وعنوان أهل البيت، مع أن النص أهل البيت له العترة. شوفوا هذا التلاعب الذي إنسان واقعا يأسف له. هسه إما أقول أنه غير ملتفت إلى هذا المعنى، واحتماله وارد إن لم يكن من أهل الدقة والتدبر، وهذا حال كثير من هؤلاء الذين يكتبون في مثل هذه الأيام ويخرجون على الفضائيات. وإما أنه ملتفت ماذا يفعل؟ إذن يحاول ماذا؟ يحاول أن يغير مضمون ماذا؟ الحديث حتى يوسع مضمونه، ليبعده عمن؟ ليبعده عن العترة وأهل البيت. مع أن النص انظروا ماذا؟ عن زيد بن ثابت قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وأهل بيتي. وأنا لا أعلم بأنه لماذا صارت وأهل بيتي، مع أن كل النصوص الواردة هي ماذا؟ عترتي، وعترتي أهل بيتي. وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. طبعا لا يؤثر على البحث شيئا، يكون في علم المشاهد الكريم سواء كان العترة أو كان أهل البيت، إن شاء الله بعد ذلك سيتضح ما هو المراد. وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض جميعا صحيح لغيره. يصرح بأن هذا الحديث صحيح في هذا. إذن بهذا اتضح لنا، بهذا إلى هنا اتضح لنا
أن هذه الصيغة الثانية تركز على ماذا؟ تركز على مسألة ماذا؟ خليفتين. إني تارك فيكم خليفتين. هسه أنا ما أدري إذا الآن المداخلات موجودة أو نستمر. استراحة إن شاء الله بعدها. مشاهدينا الكرام استراحة لسماحة السيد كمال الحيدري ولكم أيضا بعدها نتابع البرنامج. كونوا معنا. سكاكين حبك طارت وقطعت برعاك العيون فكل ذراتنا ألف قيس مولاي ذاب عليك جنونا وألف يعقوب في كل عين ابيضت العين منه حنينا صوبك صلى ودنا ثم تدلى أمل صوبك صلى ودنا ثم تدلى فمتى فينا. مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى ونرحب أيضا بالأخ أبي يوسف من لندن. أخ أبي يوسف سلام عليكم تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله سيدنا. عليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا عندي سؤال بالنسبة لأبناء أهل السنة والجماعة الذين يحبون أهل البيت ويحاول ابن تيمية وأمثال ابن تيمية إيهامهم بحب وإسلام معاوية ويزيد وأمثالهم من خلال الدس والكذب والروايات الضعيفة, هل يكفي حب أهل البيت يوم القيامة من يوم من دون التبري من أعدائهم؟ وجزاك الله خير الجزاء. شكرا شكرا على مداخلتك. تفضل سمحت السيد. بلي في الواقع بأنه إن شاء الله تعالى الآن أنا ما راح أدخل في جواب الأخ العزيز أبو تفصيل. يوسف ولكنه إجمالي. من خلال حديث الثقلين سيتضح أن هناك محاولات جادة لبيان هذه الحقيقة وهي أن القرآن الكريم نعم أمرنا بالتمسك بالقرآن واتباع القرآن وطاعة القرآن والاعتصام بالقرآن لأنه ينجي من الضلالة. أما فيما يتعلق بأهل البيت لا, المطلوب منا هو ماذا؟ هي المودة والمحبة والتوقير, أما التمسك أما الاتباع أما الطاعة أما الاعتصام فهذا مما لا يدل عليه دليل خاص. نحن نريد إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى دلالات حديث الثقلين سيتضح بأنه نفس الأمور التي ثبتت للقرآن الكريم من وجوب الاتباع ووجوب التمسك وأنه ينجي من الضلالة كلها موجودة لمن لا يفارق القرآن ولا يفارقه ماذا؟ القرآن. نعم لو لم يدل عندنا دليل على غير ذلك لكنا نقول أيضا كذلك, يعني لو لم يكن كما لم يدل عندنا نحن أتباع مدرسة أهل البيت أن الصحابة المؤمنون منهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وغيرهم, هؤلاء تجب محبتهم تجب مودتهم يجب واقعا لا التمسك, تمسك لا في الصحابة لا يوجد تمسك, إنما التمسك للمعصومين ماذا؟ للمعصومين فقط. أما غيرهم فيما نقلوا من النبي الأكرم نعم, أما ما قالوه عن أنفسهم فلا قيمة له. إذن أنا بيودي أن هذه جواب عن هذا السؤال سيتضح عندما نقف على دلالاتي ومضامين هذه الصيغ المتعددة التي نعرضها لحديث الثقلين. الأخ محمد ناصر من فرنسا سلام عليكم تفضلوا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سماحة السيد كمال الحيدري ومأجورين على هذه الجهود وهذه البرامج القيمة. سؤالي لسماحة السيد، لقد ثبت لنا كل مبغض للإمام علي ولأهل البيت هو منافق، وجعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هذا ميزان لمعرفة المنافق، حتى أن كانوا الأنصار يقولون كنا نعرف المنافقين ببغضهم للإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فإذا إذا عرفنا ووضعنا هذا الميزان وعرفنا من هو المنافق وهو يمشي على كل الصحابة بغير استثناء، هل يكفر المنافق؟ والقرآن الكريم قد أخبرنا أنهم في الدرك الأسفل من النار، فكيف يكون الأمر هنا؟ هل هناك أنواع في النفاق سيدنا، أم يحكم على كل منافق بأنه مخلد في النار؟ هذا بالنسبة لسؤالي، مبارك الله فيكم ومعشورين إن شاء الله. ما بعرف إذا بيسمح الوقت لسؤال ثاني أم لا سماحة السيد. باختصار تفضلوا. الحديث المشهور والمتواتر في الكتب كتاب الله وعترة أهل بيتي صلوات الله وسلامه عليهم، لكن المشهور والمعروف على منابر السنة كتاب الله وسنتي، مع أني كنت سني للأسف الشديد لم أسمع هذا الحديث أبدا، بل هو متواتر على منابر السنة وليس بالكتب. واضح. فكيف يكون ذلك؟ أني صراحة لم أعرف هذا السبب، وما عرفت كتاب الله وعترتي إلا بعد أن تشيعت أو بعد أن بدأت بحثي بالفعل، حتى في موضع الإمام مالك هم مرسل وليس له سند أصلا كتاب الله وسنتي. تفضلوا سماحة السيد ومأجورين إن شاء الله على هذه الجهود. نعم تفضل. فيما يتعلق بالسؤال الأول، طبعا احنا عرضنا لهذا البحث مفصلا في مطارحات في العقيدة، وبينا هناك قلنا بأنه أساسا هذا النفاق هو النفاق الإيماني وليس النفاق العملي، يعني تارة نحن يوجد عندنا نفاق على مستوى العمل، وأخرى يوجد عندنا نفاق على مستوى الإيمان والأمور العقائدية. هذا الذي أشارت إليه النصوص وأنهم لا يبغضك إلا منافق، هذا المراد به النفاق الإيماني والعقدي، هذا أولا. أما هل هو كافر أو لا، الجواب أنه على مستوى البحث الفقهي وفي هذه الدنيا ما دام يظهر الشهادتين فهو ماذا؟ فهو مسلم ظاهرا. نعم على مستوى البحث الكلامي وعلى مستوى الباطن فهو ليس بمسلم، إنما هو كافر، وحيث أنه في الآخرة يوم تبلى السرائر، يعني هناك إنما يكون الجزاء على باطن الإنسان، على نوايا الإنسان، يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، إذن سوف يكون يحشر يوم القيامة بلباس الكافر لا بلباس ماذا؟ لا بلباس المسلم. إذن إذا سألت المنافق الذي يبغض أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أمثال معاوية وأمثال يزيد وأمثال جملة من بني أمية، هؤلاء هل هم كفار أو هم مسلمون؟ الجواب على مستوى البحث الفقهي وعلى مستوى الدنيا حيث أنهم يتشهدون الشهادتين فهم مسلمون ظاهرا، أما على مستوى البحث الأخروي والجزاء الأخروي فلا يحشرون إلا ماذا؟ إلا كفارا. كتاب الله وسنتي. أما قضية كتاب الله وسنتي إن شاء الله أعد الأخ العزيز والمشاهد الكريم أنني سأقف عند هذا الحديث والأسانيد التي ورد بها هذا الحديث، لنرى أنه هل يوجد هناك سند صحيح معتبر لهذا الحديث أو أساسا لا يوجد أي سند معتبر لهذه الصيغة التي هي كتاب الله وسنتي. هذا بحث إن شاء الله مفصلا، إن شاء الله أعد المشاهد الكريم أنه سيأتي في الأبحاث اللاحقة. الأخ أبو حسن من السعودية، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. مساكم الله بخير. مساكم الله بكل خير. حياكم الله سيدنا. مرحبا بكم. حياكم. بالنسبة أيضا الحديث رواه المصنف ابن أبي شيبة أيضا نفس الحديث، إني تارك فيكم الخليفتين. نعم. عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت. نعم. وأيضا رواه ابن أبي عاصم في السنة أيضا رواه. الألباني معلق أن إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك بن عبد الله القاضي. نعم. والقاسم بن حسان مجهول الحال.
ولكن الحاكم في المستدرك في أحد في حديث الخصال العشرة يقول هذا حديث، وفيه السند القاسم بن حسان يروي عن الركين بن الربيع هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال أيضا الهيثمي في حديث الخيل ثلاثة رواه أحمد ورجال ثقات، فإن كان القاسم بن حسان سمع من ابن مسعود فالحديث صحيح. فما أدري ليش متوقف عن الألباني، وبس ملاحظة هي الألباني لما صححه لغيره لا لذاته، الألباني لا صححه لنفسي، لا صححه مطلقا ظاهرا سيد قرأ عبارة الألباني، بل قرأت في الجامع في صحيح الجامع الصغير الألباني صححه لنفسي مولانا قال صحيح على أي الأحوال إذا كان في مكان في آخر يقول طريقة لعله آخر. إما بسند آخر أو أنه يوجد تهافت في كلمات العلامة الألباني. المهم هذا المقدار الذي نقلناه أنه إما كان حسن لغيره أو حسن لذاته أو صحيح لغيره أو صحيح ماذا لنفسه. يعني احنا وجدنا في كلمات هؤلاء الاعلام الذين نقلنا عنهم انه كلهم اجمعوا على ان هذا الحديث ما هو يعني هذه الصيغة من الحديث معتبرة. هسه هم اعتبارها بعنوان صحيح في نفسه او صحيح لغيره او حسن في ذاته او حسن ماذا لغيره، وايا كان فالجميع متفق على ان هذا الحديث بهذه الصيغة يعد معتبرا. طيب لعل آخر الأخوة الذين يمكن أن يسمح الوقت بالاستماع لمداخلتهم المختصرة هو السيد يحتاج إلى 10 دقائق لبيان، ولو 5 دقائق، 5 دقائق لبيان خصائص الصيغة. أحسنتم لأنه طيب. أنا بعدي لم يكمل ونريد أنه نعطي نكهة جديدة وقع البرنامج أنه في المداخلات أكثر حدود 12 دقيقة. طيب الأخ عماد من السودان إن شاء الله وعدوا بست 7 دقائق إن شاء الله للخصائص. تفضل الأخ عماد من السودان. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سعيد جدا اليوم أن أتحدث مباشرة إلى السيدة كمال الحيدري. تفضل. الذي أبان لنا يعني الشيء الكثير عن المنهج الأموي وشيخه في هذا العصر ابن تيمية. طيب. والذي كنا نعتقد لسنوات طويلة جدا عندما يتحدث السلفيين عن ابن تيمية كنا نعتقد أنه من الصحابة، ولا نعرفهم إذا أتوا بدليل قالوا غال ابن تيمية حتى لو خالف كل شيء نقول أنه قال ابن تيمية هو صحيح. وحقيقة أنا عايز أقول كنت أود أن السيد يضيف أنه المنهج الأموي وأتباعه في الماضي وفي الحاضر هم أتباع للمنهج الفرعوني الذي يقول لا أريكم إلا مهارة ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني منهج يحجر على الناس القراءة والاطلاع والاستماع، والحمد لله الذي جاءنا في الفضائيات حتى نسمع مثل هذا الكلام. وجزاكم الله خير يا سيدنا. حقيقة حديث الثقلين أنا أعتقد أن بهذا الشيء الذي أنت يعني طرحته هو حجة، يعني حجة على كل من يستمع، وهي دعوة حقيقة للذين يتحدثون في الفضائيات وينشرون الكتب أن يعني دعونا من الشيعة فلنقول يعني على سبيل المثال أنه المذهب الشيعي مذهب ضال، ماذا نقول نحن بهذه النصوص الموجودة في كتبنا؟ ماذا نفعل بها؟ فأنا أتمنى أن يجيبوا على ما يطرحه السيد في فضائياتهم، دعونا مما يقول الشيعة وتحريف القرآن وكذا وكذا كل هذه الأشياء، نحن نريد إجابات عن ما هو مطروح في كتبنا. جزاكم الله خير سيدنا. شكرا على هذه المداخلة، إذا تسمح لي أنا أعلق على هذه المداخلة. الأخ حيدر من العراق والأخ أبو عبد الله من السعودية. أخير اتصال الأخ من حيدر من العراق والأخ من السعودية. إن شاء الله تعليقات السيد على كلام الوقت الأخير. بدأ يضيق وأنا بحثي لم يكمل. باختصار أخ حيدر سلام عليكم. الأخ حيدر من العراق سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عبد الله من السعودية. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا سيدنا. شلون صحتك؟ مرحبا بكم. تفضل أخي العزيز. سيدنا جزاك الله خير الجزاء. سيدنا ما الفرق بين الثقلين والخليفتين؟ الآن يا الآن إن شاء الله يتضح. طيب إذا الأخ حيدر عاد وجزاك
جزاكم الله خيرا. طيب السؤال الأخ أبو عبد الله أيضا هو مرتبط بالسؤال الذي أردت أن أعرضه. تتمة البحث الصيغة نعم. الثانية بينتموها سماحة السيد نعم. ما هي خصائصها التي نعم. تميزها عن السابق؟ في الواقع بأنه هذا الحديث فيه هو في الحقيقة مجموعة. إجابة على سؤال الأخ نعم. أبو عبد الله نعم. كانت أيضا لديكم ملاحظة على الأخ عماد إن شاء الله في إن شاء آخر اللقاء لا تنسوها إن شاء الله. هذا الحديث أنه فيه مجموعة من الخصائص التي ذكرت يعني هذه الصيغة الثانية حديثتين. الخصوصية الأولى أنه أساسا مشتركة مع الصيغة الأولى في أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. طيب. إذن الصيغة الأولى والصيغة الثانية كلتاهما مشتركة في أي شيء؟ في هذه الخصوصية وهي أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وبعد ذلك سيتضح أن ما يقوله بعض الأعلام المعاصرين كالعلامة شعيب الأرنؤوط بأنه لم يصح ما يدل على هذا المقطع وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض بعد ذلك سيتضح أنه أساسا الحق معه أو ليس كلاما سليما. المهم عندي هذه النقطة. بيودي المشاهد الكريم يلتفت أن هذا الخصوصية الجديدة التي وصلنا إليها هو أن النبي يقول إني تارك فيكم خليفتين لا إني تارك فيكم الثقلين. نحن كنا نسمع على الفضائيات وعلى الكتابات والأقلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لو يريد أن يعين خليفة من بعده لماذا يقول من كنت مولاه فهذا علي ماذا مولاه كان يقول علي ماذا خليفتي من بعدي. لو قال ذلك لما كان هناك أي خلاف. وأنا لا أعلم أن المشاهد الكريم الآن ماذا يفهم من قوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم خليفتين يعني أستخلف عليكم ماذا الكتاب والعترة. إذن الكتاب من استخلفه رسول الله ماذا علينا هذا أولا. وثانيا أن العترة هو من استخلفهم رسول الله على ماذا تارك فيكم يعني في من يعني في الملائكة في لا أبدا تارك فيكم يعني ماذا في أمته. الخطاب موجه إلى أمته. الخطاب موجه في حجة الوداع يقول إني تارك فيكم خليفتين يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله استخلف من بعده. من هو خليفته من بعده؟ كتاب الله والعترة. إذن دعوى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف لا نص حديث الثقلين بصيغته الثانية يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا استخلف من بعده الكتاب وماذا والعترة. وبهذا تمتاز الخلافة التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت عن الخلافة التي تعتقد بها مدرسة الصحابة. لأن الخلافة التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت تقول يعني استخلف رسول الله من بعده على أمته العترة. أما الخلافة عندهم مو استخلف رسول الله وإنما الأمة اجتمعت أو لم تجتمع في السقيفة الأولى أو السقيفة الثانية بأهل الحل والعقد أو غيرهم انفرادا جماعة ذاك بحث آخر. هؤلاء جعلوا لأنفسهم ماذا من يخلف رسول الله مو أن رسول الله ماذا استخلف من بعده. إذن فرق كبير بين النظريتين بين الاتجاهين. اتجاه مدرسة أهل البيت ونص حديث الثقلين يثبت هذا أن رسول الله ماذا استخلف من بعده على أمته تارك فيكم يعني في الأمة كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هاي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية التفتوا جيدا. الخصوصية الثانية أن من استخلفهم رسول الله هم القرآن وماذا العترة للصحابة للصحابة ولا أقل ليس كل الصحابة. إذن أصحابي وإن كانوا أحسنتم عنوان الصحابة ليس له مدخلية
عنوان فلان وفلان ليست لهم ماذا؟ مدخلية. إذن الذي استخلف على الأمة بعد رسول الله هم ماذا؟ هما القرآن والعترة. نعم لابد أن نقف مفصلا عند من المراد ماذا؟ من المراد بالعترة. هذه من الخصوصية. وبهذا البيان تنهار نظرية من يقول أن رسول الله ماذا؟ لم يستخلف. هذه النظرية كاملا تنهار. لهذه الصيغة التي قرأناها من عشرات المصادر. وتنهار نظرية بعض أولئك الذين في الآونة الأخيرة على الفضائيات وبعض الأقلام وكذا يحاولون أن يقتربوا من نظرية الاستخلاف، ولكن يذهبوا بالاستخلاف إلى غير ماذا؟ إلى غير العترة، إلى بعض الصحابة. الآن مو كلامنا من هم هؤلاء، ولكنه يحاولون أن ماذا؟ أن يقبلوا نظرية الاستخلاف، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعناوين متعددة كان يشير إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان. لا تبين أن رسول الله بنص هذه الصيغة من حديث الثقلين ماذا؟ لم يستخلف. النقطة الثالثة والامتياز الثالث الموجود في هذا الحديث أنه عبر عن الكتاب بأنه حبل ممدود ما بين السماء والأرض. ونحن إذا أضفنا إلى هذه الحقيقة قوله تعالى واعتصموا بحبل الله، لأنه هذا القرآن ماذا؟ كتاب الله حبل، والقرآن يقول ماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السؤال المطروح وهذا سيأتي إن شاء الله في بحث مضامين ودلالات، هل يمكن التمسك بالقرآن الذي هو حبل ممدود من غير العترة أو أساسا لا يمكن؟ لأنه إذا تمسك بأحدهما دون الآخر فقد افترق ماذا؟ افترق القرآن على العترة. إذن لا يتحقق الاعتصام بالكتاب إلا مع الاعتصام بمن؟ بالعترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما سيأتي بحثه. انتهى وقتنا؟ انتهى. عفوا، شكرا جزيلا سماحة السيد كمال الحيدري. الفرق بين الخليفتين والثقلين إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا سماحة السيد. شكرا، وأشكر الأخ الإخوة الأعزاء الذين تداخلوا، وخصوصا الأخ من السودان وجزاه الله خيرا. وجزاكم الله مشاهدينا الأكارم كل الجزاء، وأنتم تتابعون هذه المباحث وهذه البرامج بحثا عن الحقيقة وبحثا عن الصيغة المثلى للوفاء لله تبارك وتعالى فيما أوصى، وللنبي الأكرم صلى الله عليه وآله فيما أوصى، سعيا للنجاة في الدنيا والآخرة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.